السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، من جد لقاء معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، فعل زر الجرس وادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، حلقة تحفيزية، حلقة تشجيعية، خصوصا في الصيف وفي أيام الصيف يا شباب. طبعا الأرنبة اسكندرية يا شباب ولدت، دي أرنبة اسكندرية يا شباب. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا زي الفل. بسم الله ما شاء الله، ده من شغلنا وده تربيتنا يا شباب. بسم الله ما شاء الله، شايفين اهوت حاجة جميلة جدا. طبعا الأرنبة يا شباب ولدت، تمام. هي متلقاها يوم 12/7 من الذكر البابيون، والدة 13/8 يا شباب. والدة كام؟ 13/8. طبعا النهاردة 17، وانا ما رضيتش ان انا ايه اصور اول يوم ولد، انا كنت تعبان والله شويه، والحمد لله جيت صورت الوقت يا شباب. طبعا دي الارنبه بسم الله ما شاء الله، جايبه 2 بابيون وجايبه 4 ريكس اسود. اهو يا شباب شايفين زي الفل عامله ازاي، جايبه 2 شبه الذكر وجايبه 4 اسود يا شباب، زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا. ارنبه رضعتها جميلة، شايفين ما شاء الله عاملة ازاي يا شباب، شايفين خلفة رضاعة وزي الفل. بسم الله ما شاء الله، اهو حاجة جميلة جدا يا شباب. بسم الله ما شاء الله، اهو يا شباب ما شاء الله، شايفين حركة الأرنب عاملة ازاي. ما تقول حط لك في وسط الأرنب كده وتلاقيها بتتلعبط زي ما انت شايف كده، تعرف ان الأم بترضع والأرانب شبعانة وحركتها كويسة وبترضع. لو لقيت الأرنب دبلان وجسمه دبلان يبقى تعرف ان في عندك مشكله في الارنب ديت. تعرف الارنب صحته كويسه لما تلاقي بطنه مشدوده وجسمه مشدود ولحمه مشدود، وطبعا صحته كويسه يا شباب، ده تعرف انه ارنب واخد حقه وشبعان من الرضاعه. اما الارنب الام لو ما بترضعش بتلاقي عندك جسم الارنب من نوع كده يا شباب، من ظهر كده تلاقيه مكرمش يعني تحس ان هو متني ومش مظبوط. دي بقى ده تعرف ان الام ديت ما بترضعش او لبنها ضعيف او في عندها مشكله. تبدا تفحص الدرع بتاع اللبن، تبدا تفحص الام، تبدا تعرف ايه سبب التاثير في عدم الرضاعه، تمام يا شباب. طبعا الام ديت بنعطيها بعد الولاده يا شباب، تاني يوم الولاده 1 سم مضاد حيوي اوكسي تترا سايكلين، تاني يوم الولاده علشان الناس اللي بتخطا وبتاعتي المضاد الحيوي طويل المفعول يوم الولاده. انا ما بفضلش وما بنصحش انك تعطي طويل المفعول يوم الولاده، الافضل ان يكون تاني يوم الولاده. هقول لك الاسباب ايه. السبب ان الارنبه دي بقى لها 3-4 ايام قبل الولاده ما بتاكلش، الاكل بتاعها ضعيف، نفسها مسدوده، يوم الولاده ما اكلتش، ولدت وتعب ولاده وهبطانه وما اكلتش، اجي اديها مضاد حيوي اقوم راح مهبط الام ده اكتر، تهبط تبدا ان الام تتعب منك وما تاكلش خالص وتمنع اكل. ما خلاص مضاد حيوي وطول ما قلت تقيل عليها وشديد عليه وهي ما اكلتش، هتتعب. يبقى انا بستنى لحد ما حد عليها يوم تاكل وتشبع وتملى بطنها وترضع عيالها كمان وتبقى زي الفل، وبعد كده بديها مضاد الحيوي. ده الشغل ماشي بيه. طبعا دي حته يا شباب ما شاء الله جميله، ايات حاجه روعه شغلنا يا عم الحاج. ده بقى يا شباب الام اللي كنا ناقلين خلفه تحتها، فاكرين الام اللي كانت ولدت وخلفتها نزلت ميتها بقاش الارنب واحد، هي دي يا شباب الخلفه اللي تحت منها دي اللي احنا ناقلينها من الام التاني. رضعتهم ما شاء الله وزي الفل، يا ام وراها من ايه زي العسل يا جماعه. هم بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا. وطبعا ده شغل عندنا يا شباب بسم الله ما شاء الله، اول جميلة جدا يا شباب بسم الله ما شاء الله. واهم شيء يا جماعه النظافه، اهم شيء النظافه في تربيه الارانب، العلف والنظافه. طبعا ديت الذكوره بتاعتنا، الذكر الريكس الالماني اللي انا بعتمد عليه في المزرعه، حاجه جميله جدا بسم الله ما شاء الله، حاجه زي الفل اهوت. وطبعا ده الذكر البابيون اللي انا ملقح منه النتايه ديت، نتايه اسكندريه ودي اللي ملقحها بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين يا شباب حاجه جميله جدا بسم الله ما شاء الله. لسه
اول تلقيح له يا شباب كان مع الارنبه دي. يعني اول تلقيح له كان مع الارنبه دي يا شباب. بسم الله ما شاء الله، كان اول تلقيح له حاجه جميله جدا. بسم الله ما شاء الله يا شباب. يلا بينا نروح ايه نشوف بقيه الشغل الثاني ونشوف الانتاج بتاعنا يا شباب. طبعا ده الشغل انا فاطمه. بسم الله ما شاء الله اهوت، حاجه جميله جدا. بسم الله ما شاء الله يا شباب. حاجات ما شاء الله جميله جدا اهيت. بسم الله ما شاء الله زي الفل اهو. شفنا شباب انا برضو ام اسكندريه وادي عيال اهو، جايبه من كل الانواع، جايبه من كل الانواع يا شباب. بسم الله ما شاء الله اهو، وادي عيال. بسم الله ما شاء الله، وادي الام نايمه يا شباب، وادي العلف الاضافيه اللي احنا بنعملها، وادي بيت خلفتها يا شباب، دي بيت الخلفه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اهوت، الام نايمه اهي ضهرها اهيت، وادي ايه بيت خلفتها. دول اتنين اربعة خمسة ماشي، ست، دول ستة واتنين تمانية. دي كانت والدة تسعة، مات واحد بقى معاها تمن قرارات. بسم الله ما شاء الله يا شباب زي ما انتم شايفين كده شغلنا دي. بسم الله ما شاء الله. طبعا الأم دي يا شباب أم بكرة لسه أول مرة تولد، لسه ما ولدتش، خدت بالك معاها تولد 18 إن شاء الله، ممكن تولد بكرة ولا حاجة، النهاردة أو بكرة. إيه يا شباب بسم الله زي الفل. طبعا دي الأرنب البابيون ماشي، اطلع يلا بره. ده الارنب البابيون ده يا شباب، ديت امهم، ام الارنب البابيون اللي فوق ديت لسه فاطمهم اهوت. بسم الله ما شاء الله. وطبعا دي ام الفلاين يا شباب اهي، اطلع بره نتلقاها. طبعا يا جماعه انا ما بلقحش الا لما بفطم الارانب، او على عمر مثلا ايه 20 يوم، من 20 يوم ل 30 يوم ابدا القح الارانب، خصوصا في الصيف، خصوصا في فصل الصيف. ادي شغلنا بسم الله ما شاء الله اهوت يا جماعه، حاجه جميله جدا زي ما انتم شايفين كده اهوت. بسم الله ما شاء الله اهوت. طقم ريكس بالصلاه على النبي، افارقه، دول افارقه، وده ذكر لسه، ذكر ده ذكر احلال يا جماعه للبيع لو اي حد عايزه ذكر. بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا. ادي انتهى ما شاء الله اهيت. ده ذكر سيلفر بتاعنا بقى، ده مربي لي، ده مربي من عندي. بسم الله ما شاء الله، شوف عامل ازاي، عامل زي الكلب البوليسي اللي هو الارنب القزم بمعنى الاصح، الوش مكلكع، جسم المكلكع، عامل ازاي يا شباب، حاجه جميله جدا يا شباب ما شاء الله. يلا بينا ندخل جوه نشوف الدنيا فيها ايه جوه. طبعا الام دي يا شباب دي فطمت عيالها تمام، ودي الام البلجيكي بعيالها ما شاء الله اهيت. الام دي برضه فطمت عيالها، الام ديت عيالها معاها امت اهو يا شباب. ادي بيت عيالي بسم الله ما شاء الله تمام. طبعا دي احلال للأرانب، احلال يا جماعة ماشي. دوت سيب مع أرنب واحد، فطمت عيالها وسيب مع أرنب واحد، شيل بقى العلافة دي ملهاش لازمة. دي سيب مع أرنب واحد ليه يا جماعة؟ علشان ما يجيلهاش التهاب ديرة، فاهمني؟ يعني ده عشان ما يجيلهاش التهاب ديرة تمام يا شباب. أرنب واحد سيب معاهم. طبعا يا جماعه نكمل لكم بقى، احنا كنا بنعطي الارنب مضاد حيوي تاني يوم الولاده، تالت يوم الولاده نص سنت ايفوماجرا، رابع 2 سنت كالسيوم، خامس يوم 2 سنت كافوزال. طبعا دي ام يا شباب وادي عيالها. احنا يا جماعه ابطال الصيف وشغال في الصيف، ما بنوقفش لا صيف ولا شتاء، فضل من ربنا اهو. بسم الله ما شاء الله اهو يا شباب، دل التبن بتاعه والشغل بتاعه اهو يا جماعه. هنا برضه اهو، هنا يا شباب اهو اهو، شلت برضه، خفيت من عندي ايه، خفيت من عند الام يا شباب، يعني خفيت خلفه من خلفتي بره، في الخلفه اللي بره دي
تمام يا شباب، شوف الارنب يا شباب شايفين بيعمل ازاي، بيتفعل ازاي. حاجه ما شاء الله جميله جدا اهوت، خلفه صغيرات ومميز. فارنب برضو دخل في قلب العلافه يا جماعه، حاول نفسك دايما تبص في العلافات، ارنب دخل في العلافه زي كده تشيله، فاهم ازاي؟ ايه قدام العلافه اهو، وبقيته اخوات اهو يا شباب اهو، دول بيت ايه؟ بيت الخلف. يعني نبدا بقى نجيب دول كده اهو، شايفين اهو، نحطه هنا كده. الارنب التاني اهو، يبقى ده ايه؟ خلفه على بعضها. ان الارنب بيطلع بره لما الام تدخل ترضع هو بره، ما بيشربش ما بيرضعش. فلما يكون الارنب زي كده صغيره طلعت بره، فرض انك تدخلها جوه ايه مكانها جوه تاني، عشان لما الام تدخل ترضع يبقى الارنب ده يرضع في وسط اخواته. وطبعا ديت كانت حلقه النهارده، ارنبه الاسكندريه يا جماعه ولدت، عملت مفاجاه، جابت لنا ارنب بابيون، لان بحب البابيون يا جماعه. وطبعا قلنا بندي ايه بعد الولاده عشان ما اطولش عليكم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناه تنساش، انزل تحت اشترك في القناه، فعل زر الجرس وادعم الفيديو بلايك. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.